بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب الهداية أنها من الله عز وجل من كتاب الكافي الشريف الحديث الثاني من هذا الباب عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام قال ان الله عز وجل اذا اراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكته من نور وفتح مسامع قلبه ووكل به ملكا يسدده واذا اراد بعبد سوءا نكت في قلبه نكته سوداء وسد مسامع قلبه ووكل به شيطانا يضله ثم تلا هذه الايه فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء صدق الله العلي العظيم وصدق مولانا الإمام الصادق عليه السلام. هذا الحديث في واقعه تفسير لمجموعة من الآيات القرآنية المباركة، لأن كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كله تفسير للقرآن الكريم. لأنهم عدل القرآن ولا يفترقان عنه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض فكل كلامهم مقتبس من القران الكريم وتفسير له وبيان له ولو راجعنا إلى الأحاديث المختلفة ثم تدبرنا في القرآن لرأينا أن هذه الأحاديث كلها أو كلها تفسير وبيان لمعاني الآيات القرآنية، لأن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى جعل فيه كل شيء ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو القرآن الكريم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن الكريم. طبعا هناك لوح محفوظ ولوح المحو والإثبات والصدر الإمام المعصوم. هذه أيضا فيها كل شيء بإرادة من الله سبحانه وتعالى. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم هذا الحديث الشريف إذا تمعنا فيه نراه بيان لعدة من الآيات القرآنية وحاصل ما تضمنه هذه الآيات هذا هذا الحديث وسنتلو الآيات أيضا هو أن الإنسان الله سبحانه وتعالى يبدأه يبدأه باللطف. هذا الانسان اذا انحرف الله سبحانه وتعالى لا يقطع لطفه عنه، لكن اذا تمادى في غيه وزاد انحرافا على انحراف، وكلما راى ايه انكرها او كفر بها. فكلما انزل الله سبحانه وتعالى ايه المعاند زاده كفرا الى كفره ورجسا الى رجسه هذا الانسان يصل الى مرحله يفقد بسوء اختياره قابليه الهدايه فحينئذ يختم الله سبحانه وتعالى على قلبه ويجعل على عينه غشاوه فهذا الإنسان قلبه بعد ختم الله سبحانه وتعالى عليه الله يتركه ويترك قلبه لا يلطف به الألطاف الخاصة وإذا كان في نعمة أو إذا ازدادت نعمته نعمته فليس ذلك على وجه الكرامة وإنما على وجه الاستدراج انما نملي لهم ليزدادوا اثما سنستدرجهم من حيث لا يعلمون". فهذا الانسان يبقى بهذه الحاله من الكفر والالحاد وزياده الكفر وزياده العصيان حتى تتوفته، حتى تتوفاه رسل الله الملائكه الى جهنم وبئس المصير. لكن الإنسان إذا قبل ألطاف الله سبحانه وتعالى يعني الله أرسل الهداية قبل هذه الهداية حس هذا الإنسان إذا قبل الهداية الله سبحانه وتعالى يزيده لطفا وهداية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فالله سبحانه وتعالى يطهر قلب هذا الانسان فاذا سمع المعروف عرفه واذا سمع المنكر انكره الشخص المعاند الذي ختم الله على قلبه اذا راى المعروف ينكره واذا راى المنكر عرفه قلبه يحن الى المنكر ويتنفر من المعروف لأن قلبه سواد رجس قذر فلا ينسجم مع المعروف لكن المؤمن الذي قبل الهدايه فالله زاده هداية يفتح مسامع قلبه بمعنى انه يجعل قلبه طاهرا يجعل قلبه طاهرا زكيا. لذا اذا سمع المعروف قلبه يتقبل هذا المعروف، اكو سنخيه لان قلبه طاهر والمعروف طاهر فبينهما كمال ملائمه وسنخيه. واذا سمع المنكر يشمئز منه، لان ذلك المنكر لا ينسجم مع قلبه. والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: فمن يرد الله أن يهديه ليش الله يريد يهدي لحسن اختياره لقبوله الألطاف يشرح صدره يوسع صدره يعني أكو فذل الخير في صدره هذا تعبير مجازي يعني الله سبحانه وتعالى يجعل قلبه قابلا لتلقي المعارف فكأنه وسع يستوعب هذه المعارف يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله الانسان الذي يريد الله سبحانه وتعالى ان يضل ذلك الانسان، لماذا الله يريد ان يضله؟ بسوء اختيار ذلك الانسان، لانه رفض الطاف الالهيه، رفض الهدايه واستمر في عناده الى ان ختم الله على قلبه. فبعد ذلك قلبه لا يستوعب الحقائق لا يستوعب الألطاف كأنه ضيق لا مجال لدخول الحقائق فيها فيه ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء وسنشرح هذه الفقره وايضا الانسان الذي قبل الهدايه والله سبحانه وتعالى يزيد هدايه هذا الانسان يوكل الله سبحانه وتعالى ملكا على قلبه او ملكا لهذا الانسان يسدد هذا الانسان يعني الله سبحانه وتعالى يجعل احد الملائكه موظفا بهدايه هذا الانسان وتسديده يعني يوصل في مفترق طرق يتحير فجاه تبرق بارقة في ذهنه يختار الأصوب والأحسن زين من ألقى هذه الفكرة في ذهنه هذا الملك بعكس ذاك المعاند الله سبحانه وتعالى يخذله يتركه وشأنه فإذا تركه استولى عليه الشيطان فهذا الشيطان يظل ويغويه كل ما تحير في مكان هذا يلهمه الهاما الخيار الباطل تشوف بعض الاحيان الانسان يصير في مفترق طرق يختار طريق الجنه او يختار طريق النار تشوف بعض الناس يختارون طريق الجنه وبعض الناس يختارون طريق النار زين ليش هذا اختار طريق الجنة وذاك اختار طريق النار؟ لأن هذا الإنسان اللي اختار طريق الجنة هذا لحسن أعماله السابقة، الله وفقه، فهذا الملك يلهمه فهذا البارقة اللي أجت في ذهنه تسبب أنه يقطع أمره على اختيار طريق الحق، وذاك بالعكس مثل القضية المعروفة أن عمر بن سعد عندما أمره ابن زياد بأن يقود الجيش الذي ذهب إلى قتال الإمام الحسين عليه السلام، وأطمعه بملك الري، وهذا كانت أمنية حياته أنه في يوم من الأيام يصير والي على الري. فبدا من الليل الى الصباح يتقلب في فراشه ويفكر في خطرين ايقتل أي الحسين ام يترك ملك الري وبالنتيجه اصبح وقد اختار ملك الري وذهب الى قتال الامام الحسين فرجع بخساره الدنيا والاخره لا هو حصل ملك الري ولا هو سعد وإنما شقي في قتله الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وفي المقابل تشوف بعض الأصحاب من أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كذلك يعني صار في مفترق طرق مثل الحر بن يزيد الرياحي ومثل زهير بن القين ووهب الكلبي وغيرهم صار في مفترق طرق اختار طريق الجنة هذا لحسن اعماله السابقه الله سبحانه وتعالى وفقه من جمله الهام الملك هذا يكون عامل مساعد لذلك الانسان عندما يقع في مفترق الطرق طريق الجنه طريق النار هنا لازم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى لعله له ذنوب هذه الذنوب تسلبه التوفيق وتوجب خذلانه اذا استعاذ بالله سبحانه وتعالى عسى ولعل الله يغفر لذيك الذنوب السابقه فتفقد اثرها فالله سبحانه وتعالى بسبب توبته استعاذته يوفقه الى طريق الصواب في حديث الامام الصادق هكذا ان الله اذا اراد بعبد خيرا يعني بسبب علم الله سبحانه وتعالى بحسن نيه هذا العبد وحسن اختياره أراد به خيراً. نكت في قلبه نكتة من نور. النكتة يعني الأثر، يقولون نكت بعصاه الأرض، يعني الأرض الرملية مثلاً أو الترابية، إذا أنت بالعصا أثرت فيها أثراً يسيراً. هذا يسمى نكت بعصاه نكتة على الأرض. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلب هذا الإنسان النور اثر من نور طبعا النور المراد هنا نور معنوي ليس هذا النور المادي كما ان هذا النور هو ظاهر بنفسه ويظهر الاشياء يعني لولا النور نحن لا نرى شيئا النور يسبب رؤيتنا للاشياء لان النور يصطدم بالاجسام فيرجع بشكل امواج ضوئيه يلتقطها او تلتقطها العين فالانسان يبصر الاشياء لولا النور لا يبصر كذلك اليقين الذي هو في القلب هذا اليقين يسبب ظهور المعارف يعني الانسان اذا شاف المعارف يتقبلها يعرفها لا ينكرها فالله سبحانه وتعالى يلقي يقينا فى قلب هذا الانسان الذي اراد به الخير افمن شرح الله صدره للاسلام يعني كمن ليس كذلك افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله هذا الذي الله شرح صدره يجعل له قابلية قبول هذا النور لكن ذاك اللي الله لم يشرح صدره بسوء بسبب سوء اختياره صدره ما إلى قابلية للنور يستمع إلى كلام الأنبياء إلى كلام الأئمة إلى القرآن إلى المواعظ يستمع ويعرف معناها لكن ينكرها لا تدخل في قلبه لا تؤثر فيه زين فهذا الانسان المؤمن الذي اراد الله به خيرا نكت في قلبه نكته من نور وفتح مسامع قلبه مسامع القلب هذا تعبير مجازي يعني قلب الانسان يتلقى المعارف ويقبلها ويقبلها بسهوله ويستوعبها كما قال سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه زين هذا الثاني فأولا يوجد النور في قلبه يعني اليقين ثانيا استيعاب وإدراك للحقائق وللأمور التي هي من المعروف يكون سهل وثالثا ووكل به ملكا يسدده يعني الله سبحانه وتعالى يخصص ملك لهذا الانسان حتى يسدد الى طريق الصواب لكن اذا اراد الله سبحانه وتعالى بعبد سوءا بسبب سوء اختيار هذا الانسان نكت في قلبه نكته سوداء الله سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وفي تفسير هذه الآية ختم الله على قلوبهم أو في تأويلها أن هناك ختم هذا ختم ليس بمادي لذا نحن لا نراه بالعيون العادية تحت مشرحة الطبيب لا ترى فرقا بين قلب مؤمن وقلب منافق وقلب كافر إذا أريد بالقلب في هذه الآيات هذا العضو الصنوبري اللي هو مضخة للدم واذا اريد به الروح فالروح من الامور التي لا يمكن ان نراها او ان نشعر به بنفسه عن طريق الوسائل الطبيعيه الماديه لانه وما اوتيتم من العلم الا قليله بالنسبه الى الروح لكن نرى اثر الروح نشوف الحياه او الموت هذا النايم لو ميت إذا شخصنا النائم عن الميت نعلم بأن هذا لا زالت الروح متصلة بجسده وذاك الروح انفصلت عن جسده. زين ففي بعض الأحاديث في تفسير هذه الآية أن هناك ختم على قلوب المنافقين. هذا الختم نحن لا نراه لكن الملائكة يرونه. لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم رؤية القدرة في الرؤية وكذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام يرونه إن في ذلك لآيات للمتوسمين في تأويل هذه الآية أنهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام لأنهم يرون نور الإيمان أو سواد الظلام في وجوه الناس وكذلك في قلوبهم يشوف هذه النقطة السوداء في قلبه نكتة سوداء هذا أولا، ثانيا وسد مسامع قلبه يعني شنو؟ يعني هذا بعد ما يستوعب الحقائق يسمعها يفهم معناها لكن لا تدخل في قلبه قلبه يرفض تلك الحقائق قال الله سبحانه وتعالى أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون فهم لا يسمعون مو معنى أنه لا يقرأ أسماعهم هذه الأمواج الصوتية واحد يتكلم يعني الرسول يتكلم أفرض عبد الله بن أبي المنافق موجود وحمزة بن عبد المطلب المؤمن موجود زين وفلان الكافر مثلا موجود عندما يتكلم كلهم يسمعون ذلك الكلام بمعنى أن الأمواج الصوتية تقرأ آذانهم وباعتبارهم عرب يفهمون كلام الرسول لكن الفرق أنه المؤمن هذا الكلام يدخل في قلبه وذاك المنافق هذا الكلام لا يدخل في قلبه فهم لا يسمعون يعني سماع تفهم سماع تأثير وإلا قرع الأسماع الجميع يسمعون الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فهم لا يفقهون يعني مو معنى أنه معنى الكلمة ما يعرفها لا يعرف معنى الكلمة لكن معرفة تؤثر فيه لا يوجد معرفة تنفذ في قلبه لا توجد زين هذا ثانيا أولا نكتة سوداء في قلبه ثانيا سد مسامع قلبه ثالثا: ووكل به شيطانا يضله. هذا ليس بمعنى ان الله يامر الشيطان انه اذهب على قلب هذا، وانما بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يترك هذا الانسان. الألطاف الخفية يقطعها، فإذا لم تكن هناك ألطاف خفية بالنسبة إلى هذا الانسان، الشيطان يستغل ذلك فيأتي على قلبه. ويخيم عليه ويبدأ بالاستمرار في إضلاله وهكذا يعني الآن حتى في الجانب المادي إذا في مكان أنت في غرفة هذه الغرفة تنظفها وتستعمل فيها معقمات الجراثيم تموت أو تخرج لكن اترك هذه الغرفة إذا صارت وسخة وصار قذارة وكذا ما تهتم بها الجراثيم تأتي وتأتي وتأتي فكأنك جئت بهذه الجراثيم حيث تركت تنظيف هذه الغرفه. الله سبحانه وتعالى إذا لطف بإنسان واستمر في لطفه بعد الشيطان ما يحصل له مجال لكن الله سبحانه وتعالى إذا ترك هذا الإنسان يصير مجال خصب للشياطين لكي تأتي وتظل. هذا الانسان لان الشيطان ما له سلطه على الانسان. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. لكن اذا واحد الشيطان دعاه واستجاب للشيطان ومرة ثانية استجاب وثالثة استجاب شنو يصير استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله إنه ليس له سلطان على الذي على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فإذا ووكل به شيطانا يضله الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن الكريم في سوره الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين هذا الانسان كانه اصابته اصابه العمى في عينيه فعشي عن ذكر الرحمن يعني ترك ذكر الرحمن نقيض له نهيئ له شيطانا فهو له قرين طبعا في تأويل الآية في الآخرة أيضا موجود يعني في يوم القيامة هو في نار جهنم ومعه شيطان هناك يتجادلان ويتنازعان بينهما. وكذلك في الدنيا أيضا. وفي آية أخرى: "ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا" في سورة مريم. الإنسان لولا جانب هداية الله النفس الأمارة بالسوء تجره إلى المعاصي جرة المعاصي عادة هي تطابق هوى النفس تطابق النفس الأمارة بالسوء فالله سبحانه وتعالى يرسل الهداية فيمنع النفس الأمارة بالسوء لكن الله إذا ترك هذا الإنسان وشأنه هاي النفس الأمارة بالسوء تلقي الإنسان في الشهوات وفي الشبهات وفي الرذائل إلى أن يأتيه الموت وهو على أسوأ حال ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يستدل ويستشهد بهذه الآية فمن يرد الله أن يهديه يعني إلى الإيمان يشرح صدره للإسلام الانشراح يعني الوسعة الاتساع يوسع صدره بمعنى هذا تعبير مجازي بمعنى ان هذا القلب يكون محل قابل للمعارف لانه وسيع يمكن القاء المعارف فيه ومن يرد يعني يرد الله سبحانه وتعالى ومن يرد ان يضله لانه عاند فاقتضت المشيئه الالهيه ان يتركه الله سبحانه وتعالى وشانه فيظل يجعل صدره ضيقا يعني ضيق بحيث انه لا ينفذ فيه الاسلام، لا تنفذ فيه الهدايه حرجا ليس مجرد ضيق لا اضيق الضيق يعني بعد اي مجال ماكو لانه اذا ختم الله سبحانه وتعالى وتعالى على قلبه بعد مجال الهداية ما موجود لهذا الانسان المعاند كانما يصعد في السماء البعض قالوا يعني الإنسان كلما صعد الهواء يصير أقل الأكسجين يصير أقل فالإنسان عندما يصعد إلى أعالي الجبال يشعر بضيق في النفس لماذا؟ لأنه الأكسجين قليل فالهواء الذي يتنفسه نسبة الأكسجين فيها قليلة جدا لذا بعض الذين يتسلقون الجبال الشاهقة يحملو يحملون معهم الأكسجين ويمكن تفسيره بالمعنى الظاهر منه بمعنى ان الانسان عندما يصعد جبل صعود الجبل صعب جدا خاصه اذا كانت الجبال مثلا شاهقه جدا قطع النظر عن مساله الهواء الصعود الى الجبل عمل صعب جدا زين هذا الانسان الذي صار قلبه ضيقا حرجا كانه صاعد إلى الجبل، يعني الهداية تكون صعبة جداً عليه، لا يتقبلها، تشبيه عدم تشبيه صعوبة قبوله للهداية بصعوبة صعود الجبل، كأنما يصعد في السماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا بأنوار هدايته وأن يوفقنا لما يحب ويرضى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين